ازاي يربي جواه احساس الوطنيه وانه هذه قضيته؟ يعني احنا لما في جيلنا الاغاني والافلام والحروب اللي حتى شفناها في الكتب وشفناها والقرايات، كل ده ربى عندنا وعي وطني انه فلسطين دي مهمه، فلسطين دي ازاي بقى. انا عايزه جيل يرى ان هذه القضيه هي قضيته، واحنا ابتدينا نشوف شباب كتير مهتمين بده. اعتقد اسهل حاجه هو ان احنا نربط ده ببلدنا. احنا في وقت من الاوقات كنا محتلين من اسرائيل، ونجحنا ان احنا نحرر ارضنا من اسرائيل. اعتقد هو ده الربط الاساسي، ان اسرائيل مش بس عدوه الفلسطينيين، اسرائيل عدوتنا احنا كمان، واسرائيل حربتنا 40 سنه لغايه لما قدرنا ان احنا نطلعها من ارضنا. وهنقدر كمان لما نشتغل الشغل اللي كانت ما بتحكي عنه، ان احنا نساعدهم ان هم يطلعوا من ارض الفلسطينيين. اعتقد الربط ده، الربط بين بلدنا وبين اللي بيحصل، هو ده اللي ممكن يخلي الموضوع ليه علاقة. لكن كمان فكرة القضية الإنسانية، نحن نتكلم مع أولادنا على أنه دي قضية إنسانية، مش قضية الفلسطينيين بس، قضية أي شعب محتل. في المراهق هيبقى عنده قدرة أنه يفهم ده، قضية أي شعب محتل. نحكي له على إيرلندا، كنا نتكلم على إيرلندا من شوية. إيرلندا كافحوا زي الفلسطينيين وفي الآخر خدوا أرضهم، على الأقل لغاية النهاردة شمال إيرلندا ما هو مازال مع إنجلترا. فإحنا نتكلم معاهم على ده ونضرب لهم أمثلة، نيلسون مانديلا وجنوب أفريقيا، نضرب أمثلة بشعوب، ونتفرج على فيلم غاندي، ونتفرج على حاجات ليها علاقة بالقضايا الشبيهة واللي كان فيها كفاح لمئات السنين ولعشرات السنين وفي الآخر انتصر. يبقى إحنا بنبتدي من الواقع اللي إحنا عايشينه، واقع مباشر، ونتفرج على افلام عن 73 ونشوف الحاجات ديت، ونتفرج فرصه نتفرج على افلام عن فلسطين مثلا ونشوف القضيه ديت. بس انا شايفه انه عشان بتعامل مع اطفال ومراهقين، انا شايفه المراهقين بداوا يدوروا هم على حاجات، وفاجئوني ان هم يعني بيدوروا على ريسورسز بالعربي وبالانجليزي واغاني، واغاني يمكن احنا مش عارفينها، يعني اغاني جديده بتحكي عن حاجات مختلفه. فانا متهيالي ان هم يعني مش لازم نعلمهم بنفس الطريقه اللي احنا اتعلمنا بيها. انا متهيالي ان هم جيل مختلف، وهم لقوا طريقهم سامها، وان هم دي منفذ ليهم. وزي ما دكتور نبيل قال، هي قضيه انسانيه في الاول وفي الاخر، هي قضيه ناس مظلومين، والمراهقين بطبيعتهم هم دايما بيبقوا ناحيه ان هم يعني كده نصره بالظبط كده. خلص، كلمات أخيرة يا دكتور. كلمات أخيرة أقول ربنا مع الفلسطينيين، وربنا يعدي الأيام دي على خير، يعني إحنا تعبانين فعلا يعني. سؤال أخير، لو إحنا كأسرة قررنا نقاطع حاجة، نقاطع منتج، رغم أن يعني الناس ممكن تختلف قصة المقاطعة، لأن في النهاية الشركات دي بتشغل مصريين وفي ديبيت كبير حولها، طبعًا جدل حولها. لكن لو الأسرة قررت أنها تقاطع مثلا، الأطفال ندخلهم معانا في قصة المقاطعة دي؟ أنا شايفة أنه لو أجبرنا الأطفال على حاجة مش هتبقى حاجة كويسة، لأنه ممكن يقولك لا، ما البيتزا دي أنا بحبها، لا ما المشروب ده أنا بحبه. أنا شايفة أن في طرق كتيرة قوي أن احنا نعمل بيها حاجات، مش لازم كلنا حتى جوه الأسرة نكون بنعمل نفس الطريقة، بدل ما يبقى الموضوع ان احنا بنتخانق واحنا المفروض ان احنا نكون بنعمل حاجة كويسة. انا شايف ان احنا نحمس الأطفال على ده، وممكن ده يبقى فرصة كمان ان احنا نتكلم على انه في بعض المنتجات الغير صحية نقدر ان احنا نتكلم فيها ونستخدم ده كنوع برضو من تشجيع الأطفال ان هم ياخدوا موقف. طب سؤال أخير عشان وقتي خلص، لو الطفل رفض نجبره ولا لا؟ لا لا لا. أنا بشكركم شكرا جزيلا. دكتور نبيل قطو ودكتورة مها عماد الدين، وبشكركم أعزائي المشاهدين. يعني ما يحدث في غزة له تأثيره علينا جميعا، حتى لو كنا احنا عايشين حياة عادية. ساعات فعلا بنشعر بالذنب، ازاي احنا عايشين حياة عادية وهم يعني يموتون كل يوم. ده بيبقى احساس صعب جدا. قلوبنا معهم، ونتمنى ان يكون العرب القيادات جميعها أيضا معهم ليخرجوا من هذا الكابوس. واشكركم، ونتقابل بكرة بإذن الله. هذه لميس الحديدي، تحياتي.